رينا لولو فوتوغراف مسؤولة على الإعلام في تظاهر جوكر بيرفورم. كنت حاضرة في جوكر بيرفورم اللي كانت فكرة قبل ما نبدأ في اللي ورشوب، والحقيقة ما كنتش في بالي اللي هي باش تكون بالضخامة هذه بالأورغانيزاسيون هذه، وحضرت في اللي ورشوب. الكل في اللي ورشوب كنت أكثر ما صورتش كهو، حضرت فيهم ديجا نتبع معهم لي فورماتور، قاعدة نفهم، وشرهوني برشا باش نطلع شخصين باش نعمل دونس باش نعمل مسرح. تعودت بالسنتر دراماتيك، تعودت بالسين، حسيت اللي كيما جيت السنتر دراماتيك فما حاجة ناقصة. وليت 3 شهور تعديوا ياسر محليهم، تعلمت فيهم برشا حاجات، عرفت فيهم برشا عباد محليهم، وبالحق معنتها الاحترام اللي لقيته. كي تدخل العباد الكل هكا بيك وتستحق شي حاجة، معناها بالحق يعني اللي حسيته في 3 شهور هذوما حاجة ياسر محليها. في ظروف كيما هذه حاجة معنتها غير طبيعية في العالم الكل. كانت لنا تحدي جديد انه مهماش عباد تجي وتحضر، كان المتشاركين دونك احنا كنا عينين لعباد اللي برا اللي ما نجموش يحضروا وما نجموش يشوفوا لي فورماسيون والعروض. دونك كانت عندنا ريسبونسابيليتي كبيرة باش نحاولوا نظهروا لماكسيموم شنو قاعد يصير في التظاهرة باش العباد تشوف من ديارها شنو قاعدين نعملوا. وان شاء الله وفقنا في الحاجة هذه، وان شاء الله عجبكم التصاور والفيديو. التظاهرة هذه كانت فرصة كبيرة للشباب انه يعبروا على الفن بتاعهم، سيختو في ظروف كما هذه ما لقيناش وين نعملوا دونس وين نعملوا مسرح، وكانت معناها اوبورتونيتي كبيرة باش العباد تجي تشارك وتجي تتعلم، بخلاف انه عندنا معناتها كومبيتيسيون باش العباد وريت الخدمة بتاعها، اما تعلموا قبل كل شيء، وهذه حاجة مهمة برشا وانا فخورة بها برشا اني كنت مشاركة في التظاهرة هذه. نحب نقول يعطيكم الصحة للكيب الكل، وعملنا جو برشا من بعضنا، وان شاء الله تكون الإديسيون الجاية خير برشا، ونشوفكم مرة جاية.